السلام عليكم ورحمة الله. اليوم احنا بنتكلم في محاضرة عن الووتر كيمستري او الاوشن ووتر كيمستري، وفي هاي المحاضرة حنتكلم عن الووتر كونستيتيونتس، عن الكاركترستكس للسي ووتر زي التمبريتشر والسالينيتي والبريشر وشو علاقتها بموضوع السي ووتر كواليتي. الماء البحر طبعا هو مكون الأساسي في موضوعنا، في موضوع المارين، وهي المحاضرة مخصصة لمناقشة مكوناته وخصائص مياه البحر. بتعرفوا انه مياه البحر بتشكل يعني 97% من مساحة الأرض، وهي بتشكل يعني منها حوالي 2% من هذه المياه هي عبارة عن مياه على شكل جليد، والاثنين اللي هي فريش ووتر، وواحد في المية أيضا يعني موجود على شكل مياه عذبة فريش ووتر ولكن سائلة، موزعة بين الأنهار والليكس والبحيرات والجراوند ووتر والسيفس ووتر. تقريبا حجم كمية المية الموجودة على شكل جراوند ووتر هي عبارة عن 6 في 10% من 1%. هنا عندنا بعض الـ distributions of earth waters. Distribution of earth water، عندنا الـ oceans بتشكل 97% تقريبا، الـ ice cap والـ glacier بتشكل 2%، الأتموسفير بشكل 1%، اللي هو بخار الماء أو الموستر، الريفر أند ليكس بتشكل حوالي 9%، والإنلاند سيز بتشكل 8%، والجراوند ووتر بتشكل 6%. الماء طبعا هو عنصر فريد من نوعه بين مكونات البيئة، وهنا الماء الفريد لأنه بيوجد في 3 حالات في نفس الوقت، بيوجد بصورة غازية وبيوجد بصورة سائلة وبيوجد بصورة جليدية في نفس الوقت. لو طلعنا على الصورة الأمامنا بنلاحظ أنه في عندنا هنا الآيسبرغ هذا أو الجبل الجليدي، وهنا في حوالي المحيط شكل ليكويد، وهنا سوليد، وهنا موجود في السحاب عبارة عن بخار الماء. الماء طبعا بتعرف انه بتكون من هيدروجين واكسجين، ويوجد به رابطة هيدروجينية. هاي الرابطة او هاي التركيب الخاص او الفريد مهم جدا، انها جعلت الماء عبارة عن يونيك سولفنت كابابيليتي. وجود الرابطة الهيدروجينية أدى الماء قدرة على أنه يكون مذيب عام، مادة يعني تذيب كثير من الأشياء. ثانياً، الرابطة الهيدروجينية الموجودة أو المكونة للماء هي بتعطي الماء خاصية أنه عنده cohesive and adhesive characteristics، وبالتالي بيعطي الماء قوة تماسك وقوة تلاصق. من خواص المياه انه درجة تجمد الماء تبدأ من عند 4 درجات مئوية، يبدأ عملية تجمد من عند 4 درجات تقريبا مئوية او 3.98 حاجة زي هيك، والتجمد النهائي بيكون عند درجة 0. وفي هذه الحالة بنسأل سؤال، هو What temperature is water at its most tense form؟ ما هو أكبر شكل يمثل كثافة الماء؟ هل هو شكل الجليد عند درجة 0، أم
عند درجة 4 أم قبل ذلك. طبعا هنا بنشوف إنه الماء بيبدأ بالتجمد عند درجة 3.98 سليسس، وفي هذه الحالة بتكون يحافظ الماء على نفس الكتلة، وإنما ولكن بيؤدي إلى decreasing in the volume. يبقى the mass stay the same but the volume decreases. وهذه الحالة يعني لما تبقى الكتلة على ما هي وبتقل حجمها معناته زادت كثافتها، وبالتالي هنا same mass and less volume، وبالتالي هنا more compact. وبالتالي لما تكون more compact يعني more denser or more dense than the other forms of ice. عند درجة الصفر مئوية the mass stays at the same but its volume expands by 90%. اللي بصير عند درجة الصفر انه يبقى الكتلة زي ما هي، ولكن الفوليوم هنا expands، يصير تمدد، يصبح عندي تمدد في الحجم بنسبة 9%، وهي اللي هي مخالفة لكل العناصر أو المواد. لما المادة تتجمد تنكمش وبقل حجمها، إلا الماء هو المادة الوحيدة اللي لما تتجمد بيزيد حجمها، ولكن بيزيد مش عند درجة 4 درجات، بيزيد عند درجة 0. لما تصبح درجة الحرارة 0 بتزيد درجة حجم الماء، وبالتالي لو سألنا أي شكل من أشكال الماء هو الأكثر كثافة، يبقى الأكثر كثافة هو عند درجة 4 درجات مئوية تقريبا، بينما عند درجة حرارة عند درجة صفر هو بيصبح أقل كثافة من درجة 4، وبيصبح أكبر في الحجم وبيأخذ حجمه. لو طلعنا هنا على density at different temperatures بنشوف انه عند 30 درجة بتكون درجة حرارة الماء 0.995، وعند درجة 4 درجات عبارة عن 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وعند درجة 0 بتكون 0.999، يعني عند درجة 0 لا تصل الى 1 جرام الكثافة، اقل من ذلك. ممتاز. طيب كمان احتواء ماء البحر على الملح، احنا نتكلم عن السي ووتر، وبالتالي احتواء ماء البحر على الملح هو بيحتوي على الصوديوم والكلورين وبنسبة 1:1 نسبة الصوديوم أيون والكلورين. طبعا salts dissolves in water because the attraction between the water molecules and the sodium ions or chlorines or chlorine ions is stronger than the attraction between the sodium ions and the chloride ions in the latex. يبقى الصوديوم بيشوف ان الماء عنده قدرة على إذابة الأملاح، لأنه القوة اللي بتنتج بين الرابطة الهيدروجينية تحت الماء والأيونات أقوى من الرابطة اللي موجودة بين الأيونات نفسها بين الصوديوم والكلورين، عشان هيك بيذوب ما بقاش كراسب إلا إذا زاد تركيزه. أوكي، طب شو علاقة ال ال increasing the salinity be the temperature أو the freezing temperature؟ كل ما زادت السالينيتي كل ما انخفضت درجة حرارة التجمد، وبالتالي التجمد قلنا للفريش ووتر عند 0 مطلق، وهو يبدأ عند 4 درجات مش مطلق سليسس، ولكن لما يكون الماء مالح ماء البحر مثلا فإنه بيصير الفريز تبعه على درجة -1.9، بيتجمد على درجة حرارة أقل، يبقى
salinity lowering the freezing temperature. طيب طبعا شو بصير كمان لما يتجمد الماء؟ لما يتجمد الماء يطرد الأملاح ما بين من جزيئات الماء، وبالتالي الماء يصبح عذب. كل الجليد هو ماء عذب، لا يوجد جليد مالح، كل الجليد مكون من مياه عذبة، لأنه بيطرد الماء المالح أو الملح بيطرده خارج تركيبة البنية الشبكية للجليد، وبالتالي بيدفع الجليد الماء المالح أسفل الماء العذب، وبالتالي يزداد تركيز بلوحة المياه أسفل الجليد. وعندما تزداد الملوحة تحت المياه تنخفض للأسفل وبيحل محلها ماء عذب أو أقل ملوحة، وبيتجمد ويطرد الملوحة للأسفل، وبالتالي هذا بيعمل سيركوليشن، هذا بيؤدي إلى حركة المياه من الأماكن اللي هي أقل كثافة إلى الأعلى، والأكبر كثافة بتنزل للأسفل. شوف هنا الـ changing molecular structure of H2O. بنلاحظ انه في حاله ما يكون غازز بيكون المولكيولز بعيد عن بعضها، في حاله لما يكون في حاله الووتر وهو من اربع درجات، خلينا نقول فعليا من اربع درجات الى 100 درجه، وهنا بنتكلم عن المياه العذبه. وبعد هيك بنشوف انه لما يكون في حاله الايس فانه بيشكل الشبكه اللي هي عباره عن لاتس، البنية الشبكية للكريستالز اللي بتطرد من داخلها الأملاح. طبعا زي ما قلنا انه الووتر عبارة عن universal solvent، بالتالي يقوم بعملية إذابة معظم الأملاح وبتفاعل، بتتم في معظم التفاعلات. المصدر تاع السي ووتر، طبعا في اكثر من فكره في هذا الموضوع، ولكن يعني ما في شيء مثبت مطلقا. مصادر اللي هي عباره عن الاملاح اللي بتصل لمياه البحر، هناك مصادر متعدده، منها ما ياتي من خلال التيرستريال اوريجن او الانلاند إيروجين، وبالتالي بتأتي عبارة عن الأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، تأتي مع الأنهار نتيجة عملية الإيروجين والديسوليوشن للصخور المكونة للقشرة القارية. مصدر آخر هو عبارة عن الغازات المنبعثة من البراكين زي السلفايدز والكلورايدز وغيره، اللي تنطلق إلى الغلاف الغازي ثم تتكثف وتتحد مع جزيئات الماء وتهبط على شكل أمطار أو أسيد كريلز، تنزل على المحيطات بكميات كبيرة. مصدر ثالث موجود في أعماق البحار من خلال وجود الميد أوشن ريجز أو مرتفعات وسط المحيط، أو عبارة عن اللي هي الأندر ووتر فولكينوز أو البراكين الموجودة تحت سطح البحر، وهي اللي بينتج عنها برضو زي البراكين اللي على السطح، ولكن هنا بيكون مذهب في الماء. بنشوف الجيوكيميكال سايكلز، نفس الموضوع اللي هي المصادر المتعددة للمعادن والعناصر المكونة لمياه البحر. بنشوف زي ما قلنا المصدر الأساسي جاي من الريفرز ديسشارج، وهنا بنلاحظ مجموعة من البيكربونات والكالسيوم والسلفيت والصوديوم،
اللي جايه من الابلاند ايروجن. بنشوف كمان الغازات على شكل كربون دايوكسايدز وسلفر دايوكسايدز وهيدروجين سلفايدز وهيدروكلوريك اسيد اللي بتطلع مع البولكينو غازز وتنتشر في الغلاف الغازي ثم تسقط على شكل اسيد كرينز على المحيطات. والمصدر الثالث اللي حكينا عليه من خلال الاندر ووتر بولكينوز او النشاط البركاني الموجود في اسفل البحار، والبنتج عنده كميات كبيره من عناصر مغنيسيوم وبوتاسيوم ومنغنيز ومعادن كثيره، وهي بتذوب في ماء البحر وبيصير في عباره تبادل. طبعا هناك كائنات حيه موجوده اللي هي البيولوجيكال بروسيسز تمتص كميه كبيره من هاي العناصر في استخدام في بناء الجدران المكونه لها، ثم بعد ما تموت تتراكم على قاع البحر، وبعد ما تتراكم تتحول لصخور وتخرج هذه الصخور مره اخرى من خلال الابليفتنج لعمليه البناء للجبال، وبتخرج على شكل غازات من البراكين زي ما بنشوف هنا في السلايد هاي. كمان النشاط البشري اصبح يزود البحار والمحيطات بكميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون والفوسفور. والكومبوزيشن اوف سي ووتر زي ما قلنا هناك مجموعه كبيره من العناصر او الايونز المكونه زي الكلورايد والصوديوم والسلفيت والمغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم البيكربونات والبروميد والبوريت والسترونشيوم والفلورايد وأدر ديسولف ماتيريالز. أهم تركيز هو عندك ست عناصر ست أيونز بتشكل حوالي 99% of ديسولف solids اللي هم العناصر الأولانيين كلورايد والصوديوم والسلفيت والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. هذول بيشكلوا حوالي 99% من العناصر المكونة لمياه البحر أو الأيونات المكونة لمياه البحر. الصوديوم كلورايد بيشكل حوالي 85% من 85% من الأملاح المكونة لماء البحر. السالينيتي بتاعت مية البحر احنا بنشوف هنا السالينيتي عبارة عن 35 في الألف يعني كل 1000 جرام كل 1000 جرام من الووتر تحتوي على 35 جرام من السولت. 35 جرام من السولت هذول 85% منهم عبارة عن NaCl ملح كلوريد الصوديوم، و 15% تشترك فيها السلفيت والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم بالاضافه لباقي العناصر. طبعا هذا التركيب لمياه البحر بغض النظر عن اختلاف مياه البحر ومواقعها وفي الشمال في الجنوب في الغالب ثابت. This composition stays relatively the same. Rule of constant proportions. النسب تقريبا ثابتة، وهذا طبعا للمحافظة على أنواع الكائنات الحية، لأنه لا تستطيع كائنات حية الحياة في المحيطات إذا كانت درجة تركيز العناصر فيها متغيرة بشكل كبير جدا. فتقريبا تركيز العناصر فيها ثابتة، وتركيز الملوحة يتراوح ومتوسط 35 في الألف 35 part per 1000 ppt، ولكنه يتراوح ما بين 33 و 37 ppt. زي ما قلنا السي ووتر هاز سالينيتي اوف 35% بير 1000، وبالتالي فور افري 1000 جرام اوف سي ووتر عندنا حوالي 35 جرام من السولت.
وقلنا انه هاي النسبه تتراوح رينج فروم 33 تو 37 بي بي تي. increasing the salinity, زياده ملوحه مياه البحر ما بين 33 الى 37 يخضع لعده عوامل, ولكن بترتب عليها تغيرات ايضا اخرى. increasing the salinity will result increasing the density. طبيعي كنا بنزيد السالينيتي بيزيد تركيز الاملاح وبالتالي بيزيد density. يترتب عليها decreasing in freezing point. زي ما قلنا كل ما زاد السالينيتي بتقل الفريزنج بوينت, والفريزنج بوينت زي ما قلنا قبل شويه في انها عباره عن ماء البحر عباره عن سالب 1.9 سيلسيوس و decreasing الفابر بريشر. برضو زيادة السالينيتي بتقلل من الإيفابوريشن لمياه البحر وبالتالي بتقلل من الفابر بريشر. بالطبيعي زيادة الانكريزنج للسالينيتي راح يزيد معاها بالطبيعة الأوزماتيك بريشر أو الضغط الأسموزي, بالتالي انتقال المياه من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. الديسولف غازز في السي ووتر, هنا بنشوف في الدياجرام في التو مين غازز اللي هم الاكسجين والنيتروجين اللي بيشكلوا حوالي 99% من الغازات المكونه للغلاف الغازي, بتدوب في المحيطات طبعا وبتدوب في المياه العذبه. لاحظ انه بالنسبه للنيتروجين والاكسجين اثنين بتقل الذائبية كلما زادت الحرارة. هنا الغاز solubility decrease with temperature. كل ما زادت الحرارة لاحظ كل ما زادت الحرارة باتجاه هذا كل ما تحركنا بهذا الاتجاه بتقل التركيز وبالتالي بتقل الذائبية. جينا علاقة عكسية سواء في السي ووتر أو في البيور ووتر. لكن بتلاحظ أن نسبة النيتروجين أعلى من نسبة الأكسجين في مياه البحر. طبيعي لأنها هي أعلى كمان في الغلاف الغازي. طبعا زي ما قلنا زيادة التمبريتشر راح تزيد راح تقلل السولوبيليتي وبالتالي تقلل تركيز الغازات في مياه البحر. طبعا والسالينيتي راح تزداد مع البريشر, كل ما زاد الضغط راح يزيد السالينيتي. هنا دياجرام مهم جدا بيوضح الديسولفد غازز الغازات الذائبه في البحر. هنا بتكلم عن الاكسجين وبتكلم عن ثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد, وبتشوف هنا في الدياجرام منحنيين, منحنى الأصفر بيعبر عن الكربون ديوكسيد والمنحنى الأزرق بيعبر عن الأكسجين, وبنشوف هنا التغير في العمق كل ما زاد هيك بزيد العمق وهيك بزيد تركيز الغازات. لاحظ هنا في الأعلى تركيز الأكسجين وفي الأسفل تركيز ثاني أكسيد الكربون. الملاحظ إنه في المياه السطحية هذه السيفس ووتر, السيفس ووتر المياه السطحية أو بسموها الميكس سيفس ووتر اللي هي بيصير فيها احتكاك بين الهواء وبين طبقة المياه البحر. بتلاحظ أول شيء إنها هي غنية بالأكسجين لعند حوالي من سطح البحر لعند عمق حوالي 100 متر تقدر تقول, بتلاحظ ان هاي المنطقة تحتوي على حوالي 7.5 بي بي ام من الاكسجين, تركيز الاكسجين عالي. ثم ينحدر تركيز الاكسجين يقل بسرعة كبيرة جدا من عمق 100 متر لعمق 350 الى 400, وهذا يعتبر هنا اقل منسوب للاكسجين في مياه البحر في المنطقة في نهاية منطقة تقريبا اللي هي بسموها الترانزيشن زون المنطقة الانتقالية.
بيكون أقل تركيز للأكسجين، ثم عند عمق من 300 إلى 400 تقريبا، 350 إلى 400، ثم بعد ذلك يبدأ يزداد تركيز الأكسجين ولكن بشكل بسيط جدا حتى يصل إلى 3 عند عمق كيلو ونص تقريبا. على العكس من ذلك، المنحنى الخاص بثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون في الطبقة السطحية من ماء البحر تركيزه قليل، يعني 90 بي بي ام، وطبعا هو بينخفض بيزداد تركيزه كلما بعد ال 100 متر بيزداد تركيزه بشكل كبير جدا. في نفس الرينج اللي بنفس المنطقه اللي بيقل فيها، اللي هي المنطقه هذه، نفس المنطقه اللي بيقل فيها تركيز الاكسجين بيزيد فيها تركيز ثاني اكسيد الكربون، اللي هي منطقه ترانزيشن زون، ثم بعد ذلك يثبت تركيزها حتى عمق 2 كيلو تقريبا، يثبت يزداد بنسبه بسيطه يصل الى تركيز حوالي 106، يصل الى تركيز 106 بي بي ام. يبقى ملاحظ انه الديب ووتر شو انكريزنج غاز كونتنت وذ ديبث، كل ما زاد العمق بيزداد تقريبا تركيز ثاني اكسيد الكربون وبيزداد تركيز الاكسجين، ولكن هو بيزداد عن اخر حد وصل له، ولكن هو في الطبقه السطحيه او الشالو سيرفيس لاير بيكون لا تركيز الاكسجين عالي. طبعا تركيز الاكسجين في الهواء هو قليل جدا، 1% او اقل، 1 في 1000، و هنا بيكون طبعا زيادته بسبب زياده النشاط البشري واطلاق ثاني اكسيد الكربون في الهواء، اللي بيؤدي الى زياده ثاني اكسيد الكربون في الطبقه الدنيا من التروبوسفير، وبالتالي بيصير في احتكاك وإذابة للكربون في السطح. ولكن بيزيد في العمق لانه في كائنات، معظم الكائنات الموجوده في هذه المنطقه بتطلق ثاني اكسيد الكربون من عمليات البناء الضوئي او من عمليات التغذية بتاعتها. بنلاحظ انه كمان ان اكسجين مينيمم لاير از اوفن سين ات انترميديت ديبث، المينيمم لاير الاكسجين بتكون عند الانترميديت ديبث او الترانزيشن زون، المنطقه الانتقاليه عند 300 400 متر. Surface water often have excess oxygen and lack of carbon dioxide. الطبقة السطحية من الماء دائما بتكون فيها نسبة أكسجين زي ما قلنا كبيرة وقليل نسبة الكربون، والسبب لنا عبارة عن المزج أو الخلط اللي بيكون من الهواء بخلط الطبقة العلوية من ماء البحر. اختلاط الطبقة العلوية من ماء البحر بالهواء بالتالي بزودها بالأكسجين، نسبة الأكسجين فيه عالي. هذا نفس المنحنى ولكن بأرقام أخرى، لكن نفس شكل المنحنى. هنا بنلاحظ الـ percentage of the gas phases by the volume. بنلاحظ عندنا إنه معروف نسبة ثاني أكسيد الكربون النيتروجين بتشكل حوالي تقريبا 79% من الهواء في الأتموسفير، وبتشكل 48% في السيرفس اوشن، وبتشكل في حجم البحار كلها 11%. ونفس الموضوع الاكسجين بشكل 21% في الهواء، بشكل 36% في السيرفس، التركيز هنا في السيرفس عالي، وبشكل 6% في كامل المحيط. ثاني اكسيد الكربون بشكل 4% في الهواء، ممكن اقل، وبيشكل في السيرفيس اوشن عباره عن 15، تركيزه تقريبا قليل، ثم لكن تركيزه في كامل المحيط بشكل 83%. طبعا لانه لو طلعنا على حجم المحيطات نشوف انه المحيط ينقسم الى لايرز، الطبقه الاكبر منها هاي الطبقة الأولى اللي هي الميكست
surface water بتشكل 2% من حجم المحيط، والطبقة الثانية الترانزيشن زون بتشكل 18% من حجم المحيط، وبينما باقي الطبقة باقي المحيط أو الديب أوشن هاي بتشكل حوالي 80%. عشان هيك 80% هاي وال 18% هم الغنيين بثاني أكسيد الكربون اللي بيكون ناتج من الكائنات الدقيقة أو الكائنات الموجودة في المناطق اللي أسفل الطبقة الأولى اللي هي الميكست سيفس ووتر. طبعاً السي ووتر بي اتش قلوية أو قاعدية الأسيد الهيدروجيني لمياه البحر هو متعادل، يعني من 7.5 إلى 8، بينما الماء العادي هو 7 تقريباً، ماء البحر من 7.5 إلى 8 تقريباً. هنا بنتكلم برضو عن التمبريتشر والكثافة، علاقة التمبريتشر والكثافة. احنا قلنا قبل هيك انه اكثر كثافة لمياه البحر بتكون في مرحلة التجمد عند درجة حرارة 4 درجات مئوية، عند 4 درجات مئوية اكبر كثافة. لاحظ بتساوي قديش؟ بتساوي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. وعند درجة صفر، أي درجة صفر بتكون الكثافة أقل، أقل حاجة بسيطة يعني 2 من 1000. وكلما زاد درجة حرارة بتقل الكثافة، كل ما زاد درجة حرارة بتقل الكثافة، يبقى أكبر كثافة للماء موجودة عند درجة 4 درجات مئوية. ولكن هنا الحجم هنا أقل، هنا الحجم بيزيد عند الصفر، هنا الفوليوم إنكريز، وأيضا هنا كمان الفوليوم إنكريز، بيصير في إكسبانشن للووتر. طبعا احنا حكينا عن الموضوع هذا، عن تركيز الاملاح في او الدنسيتي لماء البحر، و قلنا انه الفريزنج بوينت راح تقل في السولت ووتر او السي ووتر، والبويلنج بوينت راح تزداد. تقريبا البويلنج بوينت عباره عن 100 تقريبا 104 درجه مئويه، بينما البويلنج بوينت للفريش ووتر عباره عن 100 درجه مئويه. نيجي على الهيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي وهو عباره عن the amount of heat needed to change the temperature of substance of a substance، هي عباره عن الحراره اللازمه لتغيير حراره ماده معينه. وهنا مهم جدا نعرف انه الووتر has a higher heat capacity than all solids all liquids except الامونيا. الماء بشكل عام له اكبر يعني عنده الهيت كاباسيتي او الطاقه اللازمه لرفع درجه حراره الماء او تغيير درجه حراره الماء، هي الاعلى في كل الموجود، اعلى من جميع الجوامد واعلى من جميع السوائل ما عدا الامونيا. الماء بيسخن تدريجي ببطء شديد، الماء يسخن ببطء شديد ثم يبرد ايضا ببطء شديد، عشان هيك الهيت كاباسيتي بالنسبه له عالية جدا. نشوف هنا في الديجرام عندنا مجموعة من السبستانسز، البيزموث والجولد والليد والتنجستين وميركوري وسيلفر وكبر وزنك جلاس جرانيت وفي الأخير ووتر. هنا الهيت كاباسيتي تبعتها بتلاحظ انه هنا بالكالوري لكل جرام في الدرجة المئوية الواحدة، بتشوف انه الهيت كاباسيتي للووتر هي 1. لاحظ هنا المنحنى، بتلاحظ انه الماء بشكل هنا اعلى مادة عندها هيت كاباسيتي
لا ينافس الماء أي شيء، لا سوليد ولا ليكويد. الخاصية الثانية من خواص الماء هي عبارة عن latent heat of vaporization، اللي عبارة عن حرارة التبخر أو الحرارة الكامنة للتبخر. والheat needed to evaporate a liquid هي عبارة عن الحرارة اللازمة لتبخر السائل. المية عندها the highest of all substances، عندها latent، يبقى عندها heat capacity، واللاتنت هيت أعلى من جميع السوائل وجميع المواد الصلبة. هنا بنشوف إن الماء كيف إنه المنحنى تاع الهيتينج وتحويله من 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 سوليد آيس إلى غاز أو إلى فابور يحتاج إلى حرارة ووقت. لاحظ إنه بيكون درجة حرارته مثلاً عند سالب 25 heating الآيس، هنا بيكون آيس لحد ما يصل إلى الصفر. ولاحظ الثرشولد هنا، لاحظ العتبة هاي، يحتاج تسخين مدة طويلة كي ينتقل من الآيس يصبح ووتر، وبعدين بيبدأ ترفع درجة حرارته من صفر إلى تقريباً 100 عشان يبدأ بعد ذلك يتبخر. لاحظ الهيت هنا قديش بيحتاج هيت، طلع المسافة هذه عشان ينتقل من مرحلة السائل إلى مرحلة الفابور. بينما هنا لاحظ اللي هي الهيت used to fuse the ice to water، هنا الحرارة اللازمة لشطر أو تحويل الماء الجليد إلى ماء كانت يعني قليلا نوعا ما. ولكن لما نجي نشوف ان الهيت يوز تو فابورايز ووتر تو ووتر فابور، طلع قديش الطاقه، الطاقه اللازمه طاقه كبيره جدا، وبالتالي هنا الليتنت هيت عاليه جدا. هنا بنشوف برضه جدول بيوضح الفرق بين الليتنت هيت للووتر، وكثير من العناصر زي الإيثانول، الكلوروفورم، ميركوري، سلفر، هيدروجين، أكسجين، نيتروجين. تلاحظ أن الووتر عنده 2285 كيلو جول لكل كيلوغرام، بينما مثلا الأكسجين 213، نيتروجين 19 كيلو جول، الميركوري يعني إيثانول بيأتي في المرتبة الثانية، شايفوا أنا لا، السلفر، السلفر عنده 1406 يعني تقريبا نصف نصف اللاتنت هيت للماء. وهنا الحرارة، لا هنا الحرارة عند 100 درجة مئوية بيبدأ الماء يتبخر. لاحظ الإيثانول، السلفر يحتاج إلى 400 درجة مئوية عشان يتبخر، ومع ذلك فإن الماء عنده latent heat أعلى. درجة الحرارة اللازمة لتبخير السلفر هي عبارة عن 445 درجة مئوية، والlatent heat عنده عبارة عن نصف latent heat تقريبا عند الماء، مع أن درجة غليان الماء 100. درجة الغليان شيء، و الطاقة الكامنة اللي هي latent heat لتبخير المادة شيء آخر. لاحظ قديش هنا كل هاي الطاقة محتاجها عشان تحول المادة من ماء إلى بخار. وهذا من خواص الماء، إن الماء يغلي ببطء ويبرد ببطء. لو كان الماء يغلي بسرعة ويبرد بسرعة ما كانش فيك أي كائن حي استخدم الماء أو وجد في الماء. الشغلة الثانية، يحتاج إلى طاقة عالية ليتبخر، ولو الماء كان يحتاج إلى طاقة منخفضة كان كل الماء تبخر عند درجة حرارة 100. نيجي على خصائص اللي لها علاقة بالضوء. الضوء والطاقة الكهرومغناطيسية شو علاقتها بالمحيطات أو مياه البحر؟ أول شيء إحنا بنعرف إنه الطاقة بتكون من طيف كهرومغناطيسي بيمتد من
جاما راي، وحتى الميكروويف وما بعد الميكروويف. وانه هنا الطول الموجي قصير والطاقه عاليه والتردد عالي، وهنا عكسه بيكون الطول الموجي طويل والطاقه منخفضه وتردد منخفض. الان اللي بعنيني انه السي ووتر شو ماله، كيف بيتعامل مع مياه الضوء الساقط عليه. الويفز اللايت ويفز with more energy travels farther than those with less energy. الأطياف الموجية ذات الطاقة العالية يعني الأقصر في الطول الموجي تستطيع أن تقطع مسافة أكبر في الماء من المياه اللي عندها طول موجي عالي. وبالتالي لو أخذنا أن الفيزيبل لايت في بلو وجرين وريد، بعدين بيجي الانفراريد، بعدين بيجي الثيرمال، طبعا هذا عنده اللونجست ويف لينث وهذا عنده الشورتست ويف لينث، وبالتالي البلو راح يقطع مسافه في الماء اكثر من الجرين اكثر من الريد، والريد حيكون اكثر من الانفراريد وهكذا. وبالتالي هنا بنشوف انه الوارم colors such as red and orange are absorbed fairly near the surface, so the red object appear black at depth greater than 10 meters. الاشياء تحت البحر الوانها تختلف طبعا حسب العمق، كل ما زاد العمق كل ما اصبح هناك انتهاء لبعض الاطوال الموجيه اللي تتضاءل وتتلاشى في عمود الماء، وتبقى فقط أطوال اللي تستطيع أن تخترق مسافة أطول زي ما قلنا اللي هي الأطوال الموجية الأقصر. وبالتالي أي شيء لونه أحمر أو برتقالي راح ينتهي في أول كم متر من عمود الماء، وكلما نزلنا لأعمق كلما انتهت بقية الأطوال حتى نصل إلى مرحلة لا يوجد بها أي ألوان، ظلام دامس. ما هو اللون اللي ممكن تتوقع انه يصمد اكثر؟ يعني حسب ما بنشوف احنا هنا في الصورة انه هي عبارة عن الموجات الكهرومغناطيسية الساقطة على سطح الماء، وبتلاحظ هنا العمود هنا طول العمود هنا بيشكل عبارة عن البنتريشن. مقدار الاختراق في الماء أو النفاذ في الماء، بنلاحظ إنه الريد على طول يتلاشى عند عمق تقريبا أقل من 10 متر، بتلاحظ إن الريد يتلاشى تقريبا عند عمق أقل من 10 متر، وعند 10 متر تقريبا يتلاشى الأورانج، وتقريبا حوالين 18 متر يتلاشى اليلو. الجرين ممكن يصل ل 40 متر 35 متر. طبعا الفايولت او البنفسجي ممكن يصل لبرضه 20 متر، والذي يصمد اكثر هو البلو ممكن ان يصل الى 50 او 60 متر في عمود الماء. يعني اي شيء لونه ازرق ممكن اني اشوفه على عمق 40 متر بوضوح بلونه الازرق، أما بقية العناصر فحتديني ألوان أخرى مختلفة عن الألوان الحقيقية. وهنا في مثال بنشوف اللوحة هذه، هذه الكالر كارد إن ذا إير على سطح الأرض هيك شكلها. الآن أخذوا الغطاسين هاي اللوحة ونزلوا بها على عمق مترين، على عمق مترين بتلاحظ إنه ما صارش أي تغيير جوهري، نفس الألوان هي نفسها، يعني استطاع أن يرى نفس الألوان بوضوح، ما فيش أي تغير في هذه الألوان، كلها ظهرت على عمق مترين بنفس الألوان. على عمق 5 متر لاحظ أن اللون اللي تغير هو اللي معلم عندي هنا اللي هو كان بالأساس يعني البينك والريد يعني الألوان الحمراء، بدأت الألوان الحمراء بالتلاشي على عمق 5 متر.
على عمق 15 متر. تلاشت طبعا زي ما قلنا، طلع كيف اللون الأحمر ظهر هنا، طبعا هنا اختفى تماما، أصبح أسود، الألوان الحمراء أصبحت أسود، والألوان الأصفر أصبح لونه أخضر، واللون تقريبا برتقالي تغير. من الألوان اللي صمدت وبقيت نفس الحاجة هي الألوان الزرقاء، لاحظ الألوان الزرقاء بقيت، والخضراء الألوان الزرقاء والخضراء هي اللي بقيت كما هي لم تتغير تقريبا. على عمق 30 متر بتلاحظ أيضا أنه الألوان اللي بقيت تقريبا قريبة من لونها الأساسي هي الألوان اللي في الرينج الأخضر والأزرق. لو نزلنا لعمق أبعد من 30 متر 40 متر 50 متر مش هنلاقي أي شيء أخضر، هنلاقي فقط الأزرق، والباقي حيكون الردي أصبح زي هيك أسود أو رمادي غامق. وبالتالي هنا بعطيك فكرة على اختراق أو مرور الضوء في عمود الماء، إنه بيتضاءل وليس كل الطاقة الموجية تصل إلى الأعماق المياه، وإنما تتلاشى في أعماق مختلفة حسب الطول الموجي لهذه الأطوال الكهرومغناطيسية. هنا بنشوف برضو مثال للإلكترومغناطيك ويف بنتريشن. في الحالة الأولى هنا الإنسيدنت لايت الضوء الساقط على الأوشن سيرفيس، بتلاحظ إنه كامل الطيف الموجي ساقط على سطح الماء عند عمق صفر، وعند عمق واحد متر نفسه تقريبا، ولكن الطاقة أصبحت أقل بنسبة 45%. ما تبقى فقط من الطاقة هو 45% من 100% سقط هنا، ومع ذلك ما زال إن احنا بنشوف الأطوال الموجية كلها. على مسافة 10 متر أو عمق 10 متر تحت البحر، لاحظ أنه فقط 16% تبقى من الطاقة الساقطة، وألوان الأحمر والريد والبرتقالي والأصفر هاي انتهت، لم تعد موجودة، ولا نستطيع أن نرى أي شيء بهذه الألوان في أسفل بعد 10 متر. على عمق 100 متر لاحظ تقريبا 1% فقط هو المتبقي، جميع الطاقة، جميع أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية تتلاشى وتمتص وسيلها ديكيينج وتتضاءل، لا يوجد أي شيء ما عدا الأزرق وجزء من الأخضر، قليل من الأخضر وجزء من الأزرق. طبعا هنا في حالة الإكستريم، في حالة أن الماء صافي جدا جدا والهواء صافي جدا جدا وفيش غيوم فيش شيء، ممكن أن يصل عمق الماء إلى هذه الأعماق. طيب هل يختلف نوع الماء أو يؤثر اختلاف نوع الماء في عمق الاختراق للضوء؟ طبعا هنا بنشوف الأوبن أوشن أو الأوبن ووتر أو المياه المفتوحة اللي هي تتميز بأنها low productivity، وبالتالي فيش فيها طحالب، فيش فيها فيتوبلانكتون، فيش فيها هوائم، فيش فيها suspended sediments، وبالتالي بتكون أكثر صفاء عن المياه هذه. بتلاحظ أنه الاختراق الطول الموجي الكهرومغناطيسي قد يصل زي ما قلنا إلى 100 متر فيها تقريبا في حالة المية صافية، وهي الفوتك زون، النطاق الضوئي الفوتك زون، وهو النطاق اللي بتصل فيه أشعة الشمس يسموه الفوتك زون، ما بعد ذلك يسموه أفوتك زون، وهو النطاق الذي لا تصل إليه أشعة الشمس. يعني الفوتك زون قد يصل إلى 100 متر في حالة المياه المفتوحة والمياه النقية، المياه المفتوحة اللي هي المياه البعيدة الأوفشور، يعني نتكلم عن الأوفشور. في حالة المياه الشاطئية في نوعين، في الشواطئ العادية والشواطئ العادية، بتلاحظ إنه الفوتك زون تنحصر إلى 20 متر بعد أن كانت في الأوبن ووتر إلى 100 متر، هنا بيقل النطاق الضوئي في الشواطئ بيقل إلى 20 متر، ولاحظ شكل الطاقة الضوئية. ومين الذي يستطيع أن يصمد أكثر؟ هنا بنلاحظ أن الجرين هو الذي يصمد أكثر.
في المناطق الساحلية الجرين يختلق يصل إلى منطقة، هنا مهم المعلومة هذه، هنا الجرين has higher penetration depth في الكوستال ووتر في المياه الشاطئية. طبعا هنا بيكون في عندي ما يميز المياه الشاطئية هو انها فيها تربيدتي عالية وفيها سسبندد سيدمنت عالية. لو جينا على الحالة الثالثة اللي هي في مياه الاستوري او مياه الخلجان اللي فيها مصبات نهرية، وفي هذه الحالة ايضا ينحصر اكثر واكثر الفوتك زون. لاحظ الفوتك زون اصبح من مترين لخمسة امتار، الفوتك زون اصبح ضيق من مترين لخمسة امتار، وجميع اطياف الطاقة تقريبا تمتص هنا بشكل ابسوربشن في عمق من مترين الى خمسة امتار. والذي يستطيع ان يصمد الى خمسة امتار هنا هو عبارة عن الريد، الضوء الاحمر هنا هو اللي عنده الهاير penetration depth في depth في مين في ال هو الاستري ووترز. الاستري ووتر فيها بتكون ايه هذه الاستري ووتر بتكون فيها الدبث محصور جدا بين 2 و5 متر، وبالتالي لا يستطيع الضوء اختراق المياه هذه، وبالتالي ما بيكون في عندي كائنات بتعيش على القاع كثير. معظم الكائنات بتكون كائنات هوائم موجوده في السطح بشكل كبير جدا. هنا بيكون في عندي فايتوبلانكتون بيكون منتشر، بيكون في عندي سيدمنتس، والسيدمنتس بتعمل سكاترينج بتعمل عكس للطاقه، مثل لا تصل لا تخترق الماء، والفايتوبلانكتونز بتقوم بامتصاص احتواء على كلوروفيل تمتص برضو انواع اخرى من الطاقه، وبالتالي لا يصل الضوء الى اعماق اكثر من 5 متر الا بقليل. وبالتالي هنا لن تجد في المنطقه هذه مرجان او شعب مرجانيه في الغالب. المناطق الخلجان اللي فيها مصبات نهريه لا يوجد بها شعب مرجانية أو حياة بحرية نشطة، لأن ما فيش ضوء فيها، وبالتالي بتقل الكائنات البحرية اللي تعتمد على الضوء. في المياه الشواطئ قد تصل إلى 20 متر، وبالتالي وهنا برضو بيفيدنا في عملية الريموت سينسينج، إنه أنا إذا بدي أدرس السواحل والشواطئ باستخدام الريموت سينسينج، فبدي أعرف أول شيء طبيعة المية، هل هي open ocean، هل هي coastal water، هل هي eastern ووتر، وبناء عليها ممكن انا اشوف القنوات الاطوال الموجيه اللي ممكن استخدمها في دراسه سواء القاع او دراسه الهوائم. مهم جدا هذا. How do we measure the light penetration؟ كيف بنقيس الضوء او عمق الاختراق او عمق الوصول للضوء في البحر؟ يعني في أجهزة كثيرة، ولكن من أجهزة اليدوية والطرق التقليدية مستخدمة هي بنسميه السيكي ديسك. السيكي ديسك ديبث، وهو عبارة عن زي ما انتم شايفين عبارة عن قرص أبيض، أحيانا بيكون كمان موجود بشكل عليه يعني بشكل مقسم إلى أرباع، إلى أربع أرباع، هنا ملون بالأسود هذا بالأبيض، ويستخدم هذا القرص في قياس مقدار الإضاءة، بحيث أنه يتم إنزال هذا القرص في الماء في جو صافي وبيكون مواجه للشمس، وبتشوف عند العمق اللي يختفي فيه هذا القرص نهائيا بتسجل القراءة الأولى اللي هي السيكي ديسك ديبث واحد، عند العمق اللي يختفي فيه تبطل تشوفه تماما، وبترجع تسحبه تاني بهدوء، واول ما يظهر تاني السيكي ديسك تاخذ الاس دي اس دي 2 القراءه الثانيه، والعمق بيكون عباره عن مجموعهم مقسوم على اثنين، يعني السيكي ديسك
بساوي اس اس دي 1 زائد اس اس دي 2 على 2. هذا العمق هو عمق وصول الماء وصول الضوء في عمود الماء. كلما زاد العمق كلما كانت المياه صافية. يعني إذا كان الأس أس دي 10 يعني 10 متر يعني هذه المياه صافية. إذا كان الأس أس دي 2 متر يعني هذه المياه عكرة بشكل كبير جدا وفيها فايتوبلانكتون وبالتالي إضاءة فيها محجوبة والضوء لا يصل إلى عمق الماء. وهذه من الأشياء المستخدمة والطرق البسيطة التي تستخدم لقياس جودة المياه من حيث العكارة ومن حيث الفايتوبلانكتون. طبعا هنا في احدى الدراسات اللي لاحظ بتربط علاقة بين السيكي ديسك الترانسبرانسي هم سمينها السيكي ديسك ترانسبرانسي والكلوروفيل اي والتوتال فوسفورس. الكلوروفيل اي دليل على وجود الفايتوبلانكتون والتوتال فوسفورس دليل على وجود النشاط البشري او التلوث البشري. وبتلاحظ انه في علاقه ولكن هنا بتكلم في الغالب اعتقد عن المياه البحيرات وليست البحار اعتقد. ولاحظ هنا بتكلم عن الليك تروفيك ستيت. ايش وضع البحيرات من حيث لها بصير فيها الايتروفيكيشن حدوث الايتروفيكيشن في البحيرات وهو عبارة عن زيادة نشاط الكائنات الدقيقة والفايتوبلانكتون والأعشاب وتصبح البحيرة مليئة بالأعشاب ومغلقة لا يصلها الضوء. تصنف البحيرات إلى أوليغوتروفيك وميزوتروفيك وإيوتروفيك وهايبرتروفيك. العلاقة اللي هنا بنشوفها إنه الأوليغوتروفيكس بيكون فيها الديبث أوف بنتريشن يعني كبير وبالتالي بيكون في العكارة منخفضة. وإذا اتجهنا من الأوليغوتروفيك للهايبر التروفيك بنلاحظ إن هنا بيقل هنا بيصير ديكريزنج لمين ديكريزنج لاستيك ديسك بيقل لاحظ بيقل يصبح أقل من 3 استيك ديسك يصبح أقل من 3 هنا استيك ديسك أكبر من 15. إذا كان أكبر من 15 بيكون البحيرات صافية ونقية وما فيش فيها عملية إتروفيكيشن عالي. وإذا كان أقل من 3 استيك ديسك يبقى إتروفيكيشن عالي. بنشوف برضو كمان الكلوروفيل. الكلوروفيل بيزيد تركيزه برضو هيك بيزيد تركيز الكلوروفيل وأيضا التوتال فوسفورس بيزيد تركيزه مع الإتروفيكيشن. كل ما زاد الإتروفيكيشن كل ما زاد تركيز التوتال فوسفورس وكل ما زاد تركيز الكلوروفيل لكن بيقل العمق تاع الاستيكي ديسك. وبالتالي ممكن نحن نوجد العلاقة أو تكون هذه العلاقة تستخدم في دراسات أو في أبحاث إنه علاقة الاستيكي ديسك أو الأس أس دي في الليكس. هنا بتكلم عن الليكس بشكل أساسي علاقته عكسية مع الكلوروفيل وعكسية أيضا مع التوتال فوسفورس. وبالتالي كل ما كان الاستيكي ديسك أقل من 3 أو كل ما كانت غنية بالكلوروفيل والتوتال فوسفورس وبالتالي في عندنا هايبر إيتروفيكيشن. وإذا كانت أكبر من 15 بيكون في عندي أوليغوتروفيك وبالتالي المياه زي ما تشوف هنا مياه أعتقد فيها إيتروفيكيشن عالي وهنا مياه نقية. وبالتالي يمكن استفاد من السيكي ديسك في تحديد الكواليتي أو السي ووتر كواليتي وكمان ربطه بملوثات أخرى زي الكلوروفيل اللي بيجي من الفايتوبلانكتون أو من التوتال فوسفورس اللي بيجي من استخدام السوج أو النشاط البشري. من خصائص مياه البحر أيضا عندنا البريشر الضغط والضغط على سطح الأرض هو عبارة عن 1 بار
واحد اتموسفيريك بار ده حد ضغط جوي له عبارة عن 760 مليمتر زئبقي، ويزداد الضغط بمقدار 1 بار كلما نزلنا 10 متر. كل ما ننزل 10 متر دبث بيزيد البريشر بمقدار 1 بار. هنا بنشوف ايش تأثير الضغط على دمية هنا على سطح الأرض وهنا على عمق 520 متر وهنا عمق 900 950 متر. لاحظ انه انكمشت واصبحت صغيرة جداً.